خمسة الخالدية 23/4/2012 أثار قصف الصواريخ على حي الخالدية. أخي هذا الصاروخ نزل بهاي المنطقة مثل ما شايفين، نزل هون ثلاث صواريخ مثل ما حكوا لنا أصحاب البيت، نزل هون ثلاث صواريخ، واحد فوق فينك تشوفه، واحد فوق نزل على هاي البناية فينك تاخذ زوم وتشوفه وين نازل، واحد هون دمر هذا البيت. فينك تفضل معي نشوف كفاءة الصواريخ وين نازل. هاي البيوت على طريق العام صايره من شارع القاهره، ما حسنا نطالع اصحاب البيوت، شوف شلون طالعناهم لاصحاب البيوت، ما حتطالع حسنا نطالعون من هون المحل ما كانوا محصورين. تفضل بس دير بالك. هاي شوف عينا ما حتطالع حسنا خربنا هيك خربنا هيك. شايف الشيء؟ الصاروخ نزل فوق، الزر ولا سوى عليك شيء. هاي الأسوأ. حتى لو حسنا نطالع هذا الشيء من هون. إيه؟ حتى لو حسنا نخرج لهم ونطالعهم من هون. هاي هي حياتنا خلص. هاي هي حياتنا يا بشر الحمص. وهذا اللي صاير فينا بحمص. صرنا ما يعني شلون بدي اقول لك ما عاد يعني ما عنده نطلع برا على الشارع من قلب الحيط صرنا نفوت. والله كلها من قلب الحيطان، باب الدار مستحيل من سابع المستحيلات تحسن تفتحه وتطلع فيه. كلها من الحيطان، عم نخرق على بعض لحتى نحسن نفوت، مثلا اذا عندنا واحد عصيان ببيت، بنخرق من دار لدار، من دار لدار لحتى نحسن نجيبه ونطالعه نسعفه اذا فيه شيء او اذا بده يطلع هو وعياله واولاده. لانه اذا ضل بالبيت راح تفوت الشبيحه، هاي اكيد راح تفوت الشبيحه وبمساعده الامن تبعوت عصابات بشار راح تفوت الشبيحه وبمساعده الامن تبعيد عصابات بشار بدهم يذبحوا النساء، بدهم يذبحوا النساء ويحرقوا الرجال ويذبحوا الاطفال. ومثل ما شافت العالم وشافت كل الدنيا وصورنا لهم شلون كان التذبيح والاغتصاب على النساء والاطفال كيف تذبحت بالسكاكين. هلا في عندنا مزرعه بالبياضه ذكرنا لها للعالم هاي الشيء وذكرنا له للمراقبين هذا الحكي انه في عندنا مزرعه بالبياضه بدنا نجيبهم. يا اخي عندنا 25 واحد مذبوحين ومزدوتين بالبياضه، ساعدونا خلونا نجيبهم. قالوا اتصلوا بالهلال الاحمر او بالصليب الاحمر، اتصلوا فيه خليه هو يجي يساعدكم. شو قال الصليب؟ ما بيرد علينا، الصليب الاحمر ما بيرد علينا ولا بيهتم فينا. الصليب الاحمر بده يفوت على حمص؟ من سابع المستحيلات يفوت على حمص. حسبي الله ونعم الوكيل.